عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام على انطلاق يتواصل والتحية دائما مستمرة هنا أيضا بجهود اللجان المنظمة في هذا الميدان. شكرا والشكر يعود إلى أبو سعيد سيد ساري بن محمد بن أكراز المهيري على المنظم الدائم في هذا الميدان. شكرا يا أبو سعيد وشكرا لجميع اللجان المنظمة في هذا الميدان. شوطنا الخامس عشر، الشوط ما قبل الختام للأبكار محليات الأصايل، ويعتبر شوطنا الثاني للأبكار محليات الأصايل. نسير إلى المقدمة في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل والتحدي المثير والخطير في هذه اللحظات من مياسة للسيد خليفة بن محمد الويع على خيلي من يتقدم في هذه اللحظات. ثانيا وصول من ندى، هناك ايضا احمد بن محمد بن مبارك بالعول الاخيري يقدم لنا ايضا انطلاقه ندى وتحدياتها المثيره في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. ننطلق مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول وتقدم من نهابه سعيد بن سهيل بن سالم الاخيري يقدم لنا نهابه في هذا المسار والتعدي المثير. مرحبا ابو سهيل، بينما اشوف مزن خليفه بن مراد بن عبد الرحمن على بلوشي، وهناك ايضا القادمه والمنطلقه الشاهينيه للسيد احمد بن غانب بن علي بن اداه المنصوري. هكذا النتيجه للخمسه المراكز الاولى، المتقدم اخذ المركز السادس، اخذ القادمه في هذه اللحظات وايضا الواصله في هذا المسار الجميل والتحدي من مذهله مبارك بن سلطان بن مبارك برفيس الاكتبي يتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا التقدم الجميل والانطلاق المميز. نعود الى الصداره الاولى، نعود الى المركز الاول في هذه اللحظات. مياسه 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 من تتقدم، هناك ايضا بشعال بالويعة الذي اختطف نقطتين وباحث عن ايضا الهاتريك في هذا الصباح الجميل. بينما المركز الثاني من الجانب الايمن ندى احمد بن محمد بن مبارك بالعور على خيلي، من ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث مزنه خليفه بن مراد بن عبد الرحمن على بنوشي، وهناك ايضا الشاهينيه احمد بن غالب بن علي بن اداه المنصوري. هكذا ايضا النداء وهكذا ايضا التحيه المستمره في هذا الشوط وفي هذا
المسار الجميل والانطلاق المميز مشاهدينا متابعينا الكرام. هكذا ايضا تحدياتنا دائما تستمر هنا مع كل انطلاق ومع كل ايضا اندفاعات مميزة. ولكن مياسة بقيادة مياسة اللي خذت المقدمة مع المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا المستوى الجميل والانطلاقات الجميلة. الله، هنا أيضا تحدي مميز هنا أيضا في هذه اللحظات بينما المركز الثاني ندى أيضا وصلت على المركز الثاني أحمد بن محمد بن مبارك بالعور الخيلي، المركز الثالث الشاهينية أحمد بن غالب بن علي بن ندى المنصوري، يأتي على المركز الثالث بانطلاقة الشاهينية وتحركات الشاهينية راعم صيحة خطير في هذا الشوط وفي هذا المسار المميز والانطلاق الجميل ما بين شعار بن ندى وشعار بن لويع وشعار بن العور. الكيلو والخمسمية متر الأخيرة، الكيلو والخمسمية متر الخطيرة والمثيرة لدى هذا الانطلاق، لدى هذا المسار والتحدي المثير. الله، هكذا نتيجتنا، هكذا تحدياتنا بانطلاقة مياسة وتحدياتها. مياسة ولا ندى؟ مياسة ولا ندى؟ شوط المحليات الأصايل، شوط التحدي والإثارة. المركز الرابع القادمة هناك مذهلة، مبارك بن سلطان بن مبارك بروفيسور عليك تبي يتقدم في هذا الشوط وفي هذا التحدي الجميل والانطلاق المميز مشاهدينا متابعينا الكرام. مياسة ولا ندى مع الكيلو متر على خير والخطير ما بين الثنتين، ما بين الثنتين معركة، ما بين الثنتين معركة من معارك الخزنة، معركة من معارك التحدي والانطلاقات الجميلة في هذا الشوط وفي هذا المسار وفي هذا التحدي. مياسة ولا ندى؟ ندى ومياسة هنا، الكل هنا أيضا باحث عن الناموس وأيضا الهجن، ما فيهن الرذيلة، ما فيهن الرذيلة، كلهم ونعم، كلهم ونعم وفي مستوى متغالب، وفي مستوى متغالب. ولكن النصيب يحكم، الأوامر أيضا تحكم في هذا الشوط ما بين الثنتين، ما بين الثنتين. مياسة ولا ندى؟ بالويع ولا بالعور؟ بالويع ولا بالعور؟ مياسة عادت، مياسة عادت، ندى تعود. مياسة هناك أيضا عادت إلى المكان المطلوب على البداية الأولى. تهانينا والناموس. هناك خليفة بن محمد بالويع على خيلي من يتقدم هنا، أيضا شعار بن محمد مع مياسة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل. لحظات وصول مياسة وعبورها إلى خط نهاية معلنة بهذا الفوز والتحديات الجميلة والمثيرة. وأيضا انطلاقاتنا دائما مثيرة، نحن في ميدان الخزنة ناتي بهذه النوعيات. لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. سلام يا الخزنة، سلام المركز الثاني. المركز الثاني وصلت مثل مبارك بن سلطان بن مبارك يكتبي، ثالثا القادمة الشاهينية أحمد بن غالب علي المنصوري، المركز الرابع مزنة خليفة مراد عبد الرحمن علي بلوشي. هكذا تهانينا.